يوفر برنامج وورد 2010 عدة طرق للحصول على التعليمات المساعدة هيلب، حيث يمكن الحصول على التعليمات المساعدة بالضغط على رمز المساعد الموجود في أقصى يمين الشاشة الرئيسية للبرنامج، أو بالضغط على المفتاح F1 من لوحة المفاتيح، فتظهر نافذة المساعدة وورد هيلب. وكما نرى أن هذه النافذة تحتوي على مجموعة كبيرة من التعليمات المساعدة والخاصة بجميع أوامر وأدوات البرنامج، فمثلا يمكننا البحث عن المعلومات بكتابة الكلمة التي نريدها في خانة البحث. فمثلا إذا أردنا الحصول على التعليمات المساعدة الخاصة بعملية الحفظ باسم Save As، نكتب Save As في مربع البحث ثم نضغط على المفتاح Search، فتظهر ارتباطات لجميع التعليمات المساعدة الخاصة بهذه العملية. ولعرض جدول المحتويات نضغط على الرمز Show Table of Contents، فيظهر الفهرس الخاص بالتعليمات المساعدة التي يوفرها البرنامج، وبالضغط على أي من هذه الارتباطات تظهر العناوين الموجودة أسفل هذا العنوان الرئيسي، وبالضغط على أي منها تظهر التعليمات الموجودة أسفل هذا العنوان كما نرى. ولطباعة التعليمات المساعدة الموجودة في هذه الصفحة نضغط على الرمز Print في شريط الأدوات الخاص بهذه النافذة، ثم نضغط Print. والآن نضغط Cancel لإغلاق هذه النافذة بدون إجراء عملية الطباعة، وبالضغط على الرمز Change Font Size يمكننا التحكم في حجم الخط سواء بالتكبير أو التصغير، وبالضغط على المفتاح هوم يتم العودة إلى الصفحة الرئيسية. والآن نضغط Close لإغلاق هذه النافذة.